الهيطي. يسعد لي صباحكم حبايبي، صباحكم ومساكم وكل اوقاتكم. طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. انتم عم تحضروا فيديو اليوم، واليوم هو ثاني ايام عيد الاضحى المبارك. الله يعيده علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بخير وسلامه. هون كنا بلشنا النهار بفنجان القهوه، يعني الا بفنجان القهوه ما بيصير، فهيك شربنا فنجان قهوه على السريع وجهزنا حالنا وبدنا ننزل على مطعم يعني فلافل متوعدة أنا وأخي. كنت عزمته لعندي هيك على الفطور يعني بتاني يوم العيد، لأنه ما التقينا بأول يوم. فبعدين قلت لا ليش لحتى ما نطلع هيك على المطعم نعمل فطور هيك جماعي ونفطر بالمطعم. فهيك رايحين على مطعم فول وفلافل نفطر عنده. وهون وصلنا على المطعم وهيك طلبنا يعني تشكيلة من فول بزيت وفول بلبن وتسقية السمنة وشو كمان فلافل مسبحة متبل، يعني هدول الشغلات اللي موجودين بمحل الفول والحمص والفلافل. يعني فطرنا فطور شامي وفطور عطلة بحت غير شكل، بشتهي فيه كل محب طبعا. وهون فطرنا وخلصنا ورجعنا على البيت، يعني احنا بس رحنا مشان نفطر فرجعنا هيك يعايدوا علينا. اول شيء عملنا قهوه مشان هيك نصحصح تعب وبعد الفول والتفتات والشغله بتلاقوا هيك الراس تقيل ونمر، بيقولوا بعد الفول بدها نومه غير شكل. احنا عملنا فنجان قهوه وشربنا. هون بقى مشان هيك نرطب قلبنا عملت حطيت من الصودا اللي على ليمون وحطيت لها كمان هيك شرايح ليمون وتلج، بتطلع كتير طيبه. هلا انا بالعاده بشرب بس صودا على الحلساده وبعصر لها ليمون وبحط لها شرايح ليمون، بتطلع كتير طيبه وصحيه يعني بدون سكريات، بس هيك كمان طيبه اللي ما بيحبوا الصودا الساده. ولانه بهالشوبات يعني ما عم ينقبل شرب الشغلات السخنه بالمره. بيسبح العربية. لا بالطيبة شبهها كتير طيبة. هون بقى جا دور هيك ضيافة العيد الحلو العيد، يعني شاركت معكم أنا البقلاوة بالفستق عملتها وبالجوز، وقدمت معها البوزة اللي هي هلا ممكن هون بيقدموا معها مرعش بوزة، او هي اللي موجودة بالبيم بتشبه كتير هاي البوزة، او بتشبه البوزة العربية تبعنا يعني احنا، بس كتير طيبة. ايوه لا عن جد هي اصلا هي هيك بيعملوها ايه، بس انا ما حبيت حطيت احطهم فوقها يعني عشان بركي كل واحد بيحبها بياكلها. بياكلوها هيك بالبيزا؟ لا بتعرف هيك بياكلوها واللي اهل البيت هيك بياكلها كمان. ايه صحتين. شلون البقلاوة؟ شي طيب والله، الله يسلم الدياه. أطيب من الجاهز ما؟ ايه على طارق أطيب من تبع زيتونة. والله طيبين. طيبين طيبين إيه. صحة وعافية. بارك له. إما من هون بس عم تصور إذا. تفضل.
ثانكيو لجهودك الجبارة. ثانكيو. اي بايرنلار يلا خذ واحد، كل واحد ياخذ وحده. ايوه خذ خذ هذا تاخذ خذها وحده. اي هي طيبه. اي هاي وحده. ولسه ما خلص يومنا، هيك خلصنا وارتحنا وتمددنا وطلعنا هيك يعني قبل المغرب تقريبا بشي ساعة ساعتين، طلعنا على البحر على المارينا تبع بيك تشيك ميجي، اسمه كي اسطنبول. كتير مكان حلو وكتير عم يهتموا فيه ويجددوا ويشتغلوا عليه، فهيك بنحب نروح عليه. هلأ صار هيك للسباحة خدموا، للألعاب، لا في مطاعم، يعني في كل شيء هنيك. احنا يعني بس رحنا هيك نتفتى، نلعب الأولاد، نغير جو ورجعنا. هلا هون اخذت معي انا قلت شو طلع عندي، لانه ما كنا حاسبين حساب للطلعه، فشو طلع هيك قدامي حطيتهم بالكيس واخذتهم. اخذت بزر، اخذت شويه فواكه ومي هنيك، يعني الواحد بيشتري. فهيك حملنا حالنا وانتشرنا، عملنا انتشار بهالساحل او المارينا مثل ما بيقولوا، وانبسطوا الاولاد لانه هيك الالعاب يعني فيها كمان العاب، كميه العاب كبيره والعاب هيك مشكله وفيها اشكال الوان من الالعاب، مو بس هيك بس حليطة أو مرجوحة، لا فيها هيك شغلات كتير حلوة. فإذا وصلتوا لهون ولسه مالكن عاملين لي لايك، نزلوا عملوا لي لايك، وإذا لسه مو مشتركين اشتركوا، فعلوا جرس على الكل حتى يوصلكم كل جديد، واتركوا لي تعليقات بإيديكم الحلوين، لأنه التعليق بالنسبة إلي كتير مهم مثله مثل الإعجاب، لأنه التعليق يعني هيك بيحفزني لحتى إني أنا ضلني يعني متواصلة وأقدم أكثر وأكثر. إذا شايفيني هيك آخر فترة همتي قلانة كتير على التصوير وعلى التسجيل وعلى المونتاج، فهيك شجعوني شوي لحتى أرجع لهمتي الأولى. خلي قلبكم يا رب. وهون هيك انتقلنا على مكان هيك قريب من المي، يعني كنا قاعدين بالطرف الثاني، وبعدين قعدنا هيك على البحر زغري. زوجي هيك نزل قرني، نزل رجلي على البحر، كتير مفيدة المي الملح للي بيعانوا من مشاكل هيك بال بيقولوا اكزيما، فطريات، هالاشياء، كل الامراض الجلدية كتير منيح البحر الهون. فهيك نزل نزل رجلي وقعد، رحنا قعدنا هيك فوق على المصطبة وقعدوا الاولاد يلعبوا كمان لفوق لفوق. طلعي عن جد صح ولا لا؟ طبعا. وخلص مشوار اليوم بوردة، ما شاء الله على هالوردة، مثل بقت الورد تماما، بس هي يعني قطعة وردة واحدة عطتني اياها بنت اخي، ورجعنا على البيت. وبهذا اليوم اخذت سيلة معي على النادي، هلا هو ممنوع صحبة الاطفال معنا على النادي يعني، بس اذا صدفة وفي مكان للانتظار فبيقعدوا بينتظروا اهاليهم يعني، ممكن هيك مو دائما. فاخذتها هالمرة معي تتسلى، بس يا ريتني ما اخذتها لانه ما تسليت الا داخل او يلا امي ويلا امي، لانه ممنوع تفوت لا بين الالات او الصالة، بتضل هيك برا على جنب بالانتظار. فطلعنا من النادي وفت على هذا المحل، هذا كتير بحبه المحل، شاركته كتير معكم، اسمه مجيان. عنده هيك بضاعة كتير حلوة يعني هيك ومميزة. فكنت أنا شايفة عند منه فنجان، هيك فنجان اللي بيجي شيفت جاملة، بيجي هيك يعني شو اسمه بالعربي، له بلورين يعني، هو متكون من طبقتين وبين هالطبقتين في ورود، كتير حلو. هلأ بورجيكم اياه. وعم دور على هيك معالق ذهبية تلبق مع الطقم الذهبي اللي عندي، ف
هون صورت لكم كذا شغلة هيك مميزين لفتوا نظري. هدول مثل دعاسة بتنظف عزكم الله، بتنظف أسفل الرجلين، يعني الواحد إذا هيك يحاول ينظف رجليه فيها بس هو واقف. يعني كنت أخذ واحدة بس ما لقيت لون هيك يناسب عندي الحمام، فما حبيت الألوان الموجودة. وهون عم صور لكم الخشبيات الموجودة، كتير شغلات حلوة ومميزة. وعلى فكرة عاملين عروض عن قبل، لأنه كأنه ما تغير صاحبين المحل، فعم هيك مشان يشغلوا المحل ويفضوا بضاعة عاملين انديرم. في عندهم كتير شغلات حلوة. وشفت هدول كمان حلوين كتير لبديل السيراميك هيك بين المجلة والخزن، كمان كتير حلوين. في منهم أشكال وألوان وهيك رسمات كتير حلوين. هاي الفرشاية ما عرفتها لشو، يعني هي مبينة فرشاية يمكن لتنظيف شي أو كذا، أو اللي بيعرف لشو يكتب لي لأني أخذت منها. بس أنا أخذتها قلت في هيك أراني ما بتوصل لعندي، يعني السيفة أو إيدي أو كذا، فبليفها فيها يعني بتدخل لأنه كتير رفيعة. وبس اللي بيعرف هي لشو بالأساس يكتب لي بالتعليقات. وهون بعد ما رجعت على البيت وبدي ساوي هيك طبخة، بس قلت يعني دنيا عيد الواحد هيك معقول نقعد نطبخ ونقعد 3 ساعات ونوسخ المطبخ وكذا. أسرع طبخة جبتلكون هي ب10 دقايق بتعملوها انتو راجعين على البيت من أي محل شاورما، بتجيبوا هيك شاورما نص كيلو كيلو انتو قد ما بتحبوا قديش العيلة يعني. لأنه بالعادة هي الأكلة بعملها وقت بيكون زايد عندي شاورما لتاني يوم فبعملها هيك. هلا صايرة يعني صار لي فترة منيحة بجيب شاور مخصوص اللي أعملها. حطيت مثل ما شفتوا شوية زيت، حطيت لون البهارات تبعات الكبسة بس الحب، حطيت بطفلون الكزبرة اليابسة. إذا في حب كزبرة يابسة بتطلع أطيب، أنا ما عندي كانت حطيت ناعمة، وزنجبيل وهيل قرفة لومي يلي عندكم يا حطون هيك وقلون لتفوح ريحتهم. حطوا شوية شاورما أو دقوا لعمو الدليفري يجيب لكم شاورما كمان، يعني دغري سريعة هيك ما بتتحمل 10 دقايق طبخ هاي الأكلة. حطيت الرز عليهم، حطيت شوية شاورما عشان يعطوا نكهة مع بعضهم، طبعا بهارات الكبسة اللي بتيجي هيك ناعمة، حطيت معلقتين معهم وملح وغطوهم بقى اتركوهم لحتى يتهدوا. بهالوقت تعملوا إما لبن بخيار أو لبن عادي، يعني بدي سادة سلطة كاملة انتو شو حابين. انا عملت هيك لبن عادي زبادي وعملت سلطة جنبها، كتير طيبة هاي الاكلة، جربوها ما بتندموا. بتصيروا بتعملوا الكبسة بهالطريقة، الكبسة يعني بالذات مو المندي قصدي، كمان بتصير مندي هي، بس الكبسة كتير بتعطيها زكاة وطعمة طيبة.
ومثل ما شفتوا بضيف كمية الشاورما اللي بقيت، بس بدي هدي الرز يعني. وقت اللي خلص كي نشفت المي حطيت بقية الشاورما وسكرت عليه لتهدي الرز، بعدين بقى بسكبون وجنبه مثل ما انتو شو انتو بتحبوا، عيران، لبن، لبن بخيار، سلطة، سلطة لبن، يلي موجود كله طيب على الصحة والعافية، كله بيطلع طيب. وهون المسويات فطنت اني انا ما طلعت الكيس اللي جبته، يعني الاغراض اللي جبته من عند مشكان، فتلاورجيكم اياه هون وليفهم وقيمه. اخذت من هدول المعالق 6 بيطلعوا طقم اللي عندي، من ماركت امسان التركيه، كتير زراف وبالجلايه ما احلاهم. وهدول ماركتهم كمان تشالشكان اسمهم، كمان معروفه وكتير ظريفه، جودتها ما بتروح لونها. فحاطينها بتحسنوا تاخدوها بالستة، بتحسنوا تاخدوها بالقطعة، يعني انتو كيف بتحبوا. واخدت هاي الأداة اللي ورجيتكم اياها اللي ما عرفتها هي لشو بالضبط يعني، واخدت هذا الفنجان اللي من زمان انا فايتة اصلا على المحل لحتى اخد هذا الفنجان. وسيلة اخدت كمان هيك كذا غراض يعني كل شكلة، اخدت علبة قاعدة تحط فيها الاكسسوارات تبعاتها وهالشغلات. فهذا الفنجان كتير كتير حلو، لو بتحسوا انه كتير كبير بس هو من جوا صغير هيك، وشكله شكل قلب من جوا يعني، وتحط بقلبه السائل اللي عم تشربه يعني بيبين شكل القلب. هلا كنت سألتكم من قبل فيديو سابق يعني انه كيف شو بتفضلوا، او مين الأقرب لقلبكم، او كيف بتحسوا المتصنع وال طبيعي على السوشيال ميديا. فاجتني اجابات كثيره، في شيء حد في عالم يعني هيك فهمت علي وشو بقصد، في ناس حكت بشكل عام يعني، وفي عالم ما فهمت علي اصلا. فانا اللي كنت بقصده على السوشيال ميديا بالذات على اليوتيوب، بما اني انا بقدم يوتيوب يعني، التصنع او العفويه. العفويه مو يعني بمعناها البحت انه الواحد خلص ما بيحسب حساب لشيء، ما بيعمل لا ما بيعمل خطه مثلا للفيديو اللي بده يعمله، شو بده يساوي، اكيد هذا كله في شغلات عفويه بتطلع، في شغلات بس مخططه انا بهذا الفيديو حقدم كذا وكذا وكذا، اما غير هيك يعني ما حيطلع الفيديو مرتب ومنسق وهيك، عرفتوا علي كيف؟ بس انا كنت عم بقصد بانه الواحد ما مثلا شغله عفويه صارت حطيتها، كلمه عفويه، موقف عفوي، يعني بابسط الاشياء الانسان العفوي معرض للتنمر والانتقاد يعني بنسبه 200%، عكس المتصنع اللي ما بيجي تنمر، لا بيجي بالعكس، العالم هيك بتطبطب له، العالم بتمدحه، العالم ما بعرف، هيك حسيت انا على السوشيال ميديا. ما بعرف شو ارائكم انتم بالموضوع، اكتبوا لي بالتعليقات. انا بالنسبه لي ما بحسن غير من نفسي، انا حدا عفوي، بحب العفويه، البساطه، مو عفوي يعني بشكل ما بحسب حساب شيء ولا بحسب حساب كلامي، لا بحب البساطه يعني، وهيك على طبيعتي. فاكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، شوفكم فيديوهات جديدة حبايبي، بأمان الله.